رفعت لجنة السياسة النقدية في تركيا أسعار الفائدة إلى 15% بدلاً من 8.5%، مؤكدة أن تشديد السياسة النقدية في البلاد سيتم تدريجياً حسب الحاجة. كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع وبنسبة 0.25% لتصبح 5% في أعلى مستوياتها منذ 2008. وجاءت الزيادة بالفائدة البريطانية بعد صدور بيانات أظهرت أن التضخم السنوي فاق التوقعات خلال الشهر الماضي. وسلكت سويسرا والنرويج مسلك بريطانيا أيضا برفعهما أسعار الفائدة. يأتي هذا في وقت استبعد فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن خفضها ينبغي أن ينتظر لحين الوثوق من تحرك التضخم نزولا إلى 2%. وعبر البنك المركزي الأوروبي عن آراء مماثلة، مؤكدا أن التضخم عنيد بمنطقة اليورو وأن احتوائه يتطلب بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة. من لندن ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان. دكتور مصطفى، أهلا وسهلا بك. إذا دكتور مصطفى، في ظل هذه التطورات، هل ما يأتي لربما يفوق التوقعات، ليس فقط فيما يتعلق بموضوع التضخم أو جانب التضخم، ولكن أيضا فيما يتعلق بالإجراءات المعمول بها أوروبيا بالتحديد؟ طبعا هذه الإجراءات كان لابد منها، ولكن قد جاءت متأخرة. لماذا؟ لأن كان العالم يعاني من جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية والمالية. ولكن اليوم أصبح رفع أسعار الفائدة لابد منه للسيطرة على التضخم. لماذا؟ لأن أسعار الفائدة حينما ترتفع، بمعنى أنها ستضع ثقلا على كاهل الشركات، لأن القروض سترتفع خدمتها، وبالتالي ستؤثر على إنتاج الشركات، تتخلص من العاملين، وهنا سيكون المطب الأكبر وهو الركود التضخمي. حينما يرتبط الركود مع التضخم تكون هي المشكلة الأكثر خطورة على الاقتصادات. ولذلك لا يمكن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي إلا في الصين. الصين قبل أيام خفضت أسعار الفائدة من أجل تحريك اقتصادها. أما في الاتحاد الأوروبي، في بريطانيا، في الولايات المتحدة وسائر الدول التي لها علاقات اقتصادية ومالية، لا يمكن خفض أسعار الفائدة. ولذلك كان هناك مؤشر أنه قد يتم إيقاف رفع الفائدة وليس خفضه، ولكن حتى هذا الإيقاف له مبرراته وله أيضا تأثيراته. أنا أعتقد أنه سيكون هناك استمرار في رفع الفائدة لحين السيطرة على التضخم، وهذه مسؤولية ليست يسيرة. نعم، ولكن دكتور مصطفى، ما هو السيناريو المتوقع في ظل استمرار رفع الفائدة؟ كما تفضلت، هناك تخوف كبير من الوصول إلى أزمة عالمية كبيرة تمثل ما حدث عام 2008. سؤال مهم. دعيني أوضح نقطة، أنه المصارف والقطاع المصرفي قطاع مصرفي ذكي. العام الماضي كان يتصور أنه حينما كان هناك سلسلة من انهيارات في بعض المصارف، كان يتوقع أنه المصارف المركزية ستدخل على الخط وتنقذها كما حصل في العام 2008. ولكن المصارف المركزية لديها مسؤوليات أو ضغوط أكبر، لم تقم بذلك. ولذلك نشهد أنه اليوم هناك اعتراضات كثيرة من جانب القطاعات المصرفية. اليوم على سبيل المثال، حينما بريطانيا يوم أمس رفعت الفائدة 5%، المصارف قررت أنه القروض العقارية لمدة سنتين ثابتة ستكون 6.5%. هذا يجعل ضغوطا على المواطنين، ضغوطا على الاقتصاد، وقد تدخل الاقتصادات مرحلة ركود حقيقية لا يمكن إنقاذها إلا بعوامل أخرى غير رفع الفائدة. نعم، إذن هل ينطبق هذا الحال على كافة الدول، أم نتحدث فيما يتعلق بالإجراءات ما يخص الدول الأوروبية من جانب، وكذلك ما يختلف لدى الولايات المتحدة؟ ذكرت الصين أيضا مثالا. طبعا الصين تختلف كليا، ولذلك شهدنا خلال الأيام الماضية خفض الفائدة لتحريك الاقتصاد. كان هناك توقعات إيجابية جدا تم خفضها، وبالتالي لابد لتحريك الاقتصاد. بالنسبة للاقتصاد الأمريكي يختلف. كيف يختلف عن الاقتصاد الأوروبي؟ نسبة التضخم في الاتحاد الأوروبي في بريطانيا أعلى بكثير، إن لم تكن أكثر من ضعف أو ضعفين من ما في الولايات المتحدة. ولذلك نشهد
في الولايات المتحدة لم ترفع الفائدة خلال هذا الشهر، شهدنا في بريطانيا رفعت أكثر من المتوقع، هناك أيضا ركود متوقع في الاقتصاد الفرنسي الألماني، ركود تقني دخل الاقتصاد الألماني، هذه جميعها تجعل هناك ضغوط على المصارف المركزية، ولكن كما قلنا هناك سلبيات لهذا التدخل وهو الركود حينما يرتبط مع التضخم. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان، كنت معنا من لندن. ينضم إلينا المحلل المالي والاقتصادي خالد ربابعة. خالد أهلا بك. إذا هذا الحديث فيما يتعلق برفع الفائدة ما زال مستمرا، نلاحظ بعض التباين ما بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وهناك ذكر على سبيل المثال في انطباق هذه الحالة على الصين، ولكن ما هو تأثير ذلك وانعكاساته على المنطقة العربية؟ يعني صراحة بالنسبة لمسلسل رفع أسعار الفائدة لم ينتهي بعد بالفعل، وبالتالي شهدت البنوك المركزية العالمية على مدار العام الماضي سلسلة رفعات متواصلة بوتيرة قوية جدا، ربما تعتبر تاريخية ولأول مرة على الإطلاق في تاريخ البنوك المركزية العالمية بأن تنتهج هذه السياسة المتشددة والحادة جدا برفع تكاليف الاقتراض عالميا، وهذا يعني ما يشير حقيقة إلى انتهاج معظم البنوك المركزية العالمية في محاولة لكبح مستويات التضخم التي أحدثتها تحديدا ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الأغذية في بداية الحرب في أوكرانيا، فبالتالي كان هنالك حالة من ردة فعل سريعة ومتسارعة جدا من قبل البنوك المركزية العالمية انتهجتها بذات الوتيرة، فبالتالي هذا يعني الإجراء القاسي جدا ربما على النظام الاقتصادي العالمي ربما بدأ يعني يتضح أثره بشكل تدريجي على تباطؤ في معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي لكبرى اقتصاديات دول العالم، تحديدا إذا ما تحدثنا عن الربع الأول من العام الحالي. أيضا صدرت اليوم بهذه المناسبة عدة بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، إذ أظهرت هذه البيانات انكماشا عميقا جدا في النشاط التصنيعي داخل منطقة اليورو وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تباطؤا حادا في أيضا المؤشرات الخدمية والقطاعات الخدمية لهذه الدول. وتأثير أسعار الفائدة بدوره تحديدا وبشكل مبسط هو يعمل على تقييد مستويات السيولة في النظام الاقتصادي العالمي، مما يشكل ضربة يعني ولو بطريقة تدريجية لمعدلات الطلب. ولا ننسى أيضا بأن الحمائية التجارية أيضا في يعني بين أقطاب الاقتصاد العالمي، إذا ما تحدثنا عن الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، أيضا يعمق من هذه المخاوف من تباطؤ اقتصادي. التخوفات على المنطقة العربية ربما سيكون هنالك تداعيات وبما يسمى بتأثير الدومينو على الاقتصاد العالمي، مما سينعكس أيضا على المنطقة العربية. يعني دائما من الأثار المباشرة لرفع أسعار الفائدة سيكون هنالك تباطؤا حادا في الأنشطة الخدمية والأنشطة التصنيعية، حيث أن معامل المخاطرة سيقل في الاقتصاد العالمي بفعل ارتفاع الفوائد عالميا. نعم، إذن هذا الاستمرار في رفع الفائدة إلى أين يتجه بهذا السيناريو؟ فالآن الترجيح لربما كانت فيما يتعلق بمحاولات التثبيت على الأقل، ولكن الاتجاه نحو الرفع، ولا ما هي لربما الفترة الزمنية المتوقعة في مثل هذه الإجراءات؟ يعني ربما أن التصريحات التي صدرت الأسبوع الحالي من قبل رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وهو ما أثار وأعاد المخاوف مرة أخرى إلى الاقتصاد العالمي بأن الفيدرالي الأمريكي تحديدا أكبر البنوك المركزية العالمية، وهذه التصريحات قد أشارت بأنه ربما سيكون هنالك عودة ولو بوتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. وأيضا هذا بالمناسبة يأتي في ظل التضخم العنيد، والذي على الرغم من تباطؤ في مؤشرات التضخم عالميا إلا أنها ما زالت عند مستويات قياسية، وأيضا بأعلى من المستهدفات الصحية التي تستهدفها البنوك المركزية العالمية. فبالتالي كما لاحظنا خلال الأسبوع الحالي كان
سلسلة قرارات كبيرة جدا من الكثير من البنوك المركزية العالمية، بدءا من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي الذي فاجأ الأسواق برفع 50 نقطة أساس، وبنك سويسرا إضافة بنك النرويج وبنك تركيا المركزي أيضا الذي كان يعتبر معاكسا للاتجاه بتخفيض الفائدة بدلا من رفعها. ولكن التعيينات التي حدثت في الجديدة من قبل يعني البنك المركزي التركي رئيسا جديدا البنك المركزي التركي إضافة إلى وزير المالية الجديد أدى إلى العودة إلى الطريقة التقليدية لكبح مستويات التضخم المرتفعة في تركيا عن طريق رفع أسعار الفائدة. بالمجمل ربما تشير التقارير الاقتصادية عالميا الآن إلى أن دورة التشديد النقدي عالميا ربما قد شارفت على الانتهاء، ولكن ستحتاج لبعض عدة أشهر حتى تتأكد البنوك المركزية العالمية من أن معدلات التضخم ستستمر في التباطؤ إلى مستوياتها الصحية. ولكن التخوفات الآن التي تحدث في الاقتصاد العالمي بأن معدلات التضخم لم تستجب بشكل سريع للوتيرة القوية التي رفعت بها البنوك المركزية أسعار الفائدة، فبالتالي هذا ربما سيعمل على تراجع المعنويات الاقتصادية عالمياً، وربما ينذر بحالة من التباينات في التباطؤ الاقتصادي الحاد لمعظم دول العالم. مثلا وعلى سبيل المثال منطقة اليورو بالفعل تحديدا قد دخلت في مرحلة من الركود التقني، انكمش اقتصادها في الربع الأول وفي الربع الأخير من العام الماضي على مدار فصلين متواصلين، فبالتالي المنطقة الأوروبية الآن في ظل مستويات تضخم كبيرة جدا وتطرق البنك المركزي الأوروبي لرفع تكاليف الاقتراض، أيضا قد لاحظنا بأنه قد أثر على الكثير من البيانات الاقتصادية المهمة والتي أدت إلى دخولها في مرحلة الركود التقني. أيضا عندما نتحدث عن بريطانيا المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية تباطأ اقتصادها بالفعل إلى مستويات 1.3% في الربع الأول من العام الحالي، فبالتالي الكثير من المعطيات الاقتصادية. ولا ننسى أيضا بأن بعض البيانات الاقتصادية المهمة بأن رفع تكاليف الاقتراض أيضا سيرفع من تكاليف خدمة الديون الحكومية عالميا وعلى مستوى القطاع الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص، وبالتالي في ظل وجود مؤشرات لتباطؤ اقتصادي ربما ذلك سيعمق الأزمة. هذا ما سيتضح على واستنادا على البيانات الاقتصادية التي ستأتي تباعا حتى نهاية العام الحالي وفي العام المقبل، وأيضا أشارت الكثير من المؤسسات الاقتصادية الدولية بدءا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والكثير من وكالات التصنيف الائتمانية أطلقت عدة تحذيرات بهذا الشأن تحديدا. شكرا جزيلا لك المحلل المالي والاقتصادي خالد ربابعة.